اتفضل يا محمد. وانا بلعب في النادي الاهلي في 56 ابتديت اظهر، فكنت واخد ثانويه وعمال بقى هروح فين. انا كنت مصمم ادخل كليه حربيه. حتى كابتن عبد الصالح قال لي تيجي تروح مع التربيه، وكان بيمرن الشرطه قال لي ما تيجي كليه، قلت له لا انا عاوز اروح كليه حربيه. ففعلا فكان دي اول لقاء، وكان اللي هو علي زوق كان موجود ومدير كوره في النادي كمان. يعني مدير كوره عليا، وبعدين رحت الكليه الحربيه استاذي بيدرس لي التاريخ العسكري، زائد هو مسؤول عن الرياضه كلها وكره القدم بصفه خاصه. فموضوع تاني يعني، موضوع كبير جدا. طيب الموضوع الكبير ده عايزين نعرفه منك انت، وهو هو معانا على التليفون دلوقتي. مساء الخير يا فندم. يا 300,000 والله 300 هتديني في داهيه. ازاي صحتك اولا يا علي؟ الحمد لله. انا طبعا انا عرفت ان حضرتك بتعمل شويه تحاليل في المستشفى كده لا ده عمليه جراحيه توزيع الحالب. ربنا كده يعني يديها خير ونخرج بقى وتطلع بالسلامه باذن الله. ان شاء الله. الف سلامه يا كابتن. ان شاء الله. الله يخليك. الف مليون سلامه. يعيش يا حبيبي. طبعا انا بقول بقى ايام الاهلي وكليه حربيه والاهلي تاني، وايام انا ما كنت والله العظيم البشر اللي كانت موجوده معايا ما في زيهم، وفي منهم يعني شويه لعيبه من ابنائي ما خدوش حقهم الاعلامي كما يجب، منهم عايز طبروس اللي قدامك ده. لا في على فندم، لا لا وطه اسماعيل، لا ده في واحد خطير يا فندم. والله رفعت الفناجيل يا فندم. ما انا بقول ورفعت الفناجيل وطه اسماعيل والشربيني. ده في يعني خمس ست من ولادي في النادي الاهلي يا دوبك بياخدوا سطر وهم يستحقوا صحف والله، من المجهود والجدعنه والاخلاص والمحبه والولاء. هقول ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ افكر حضرتك بحاجه؟ نعم. فاكر سيادتك لما كنا بنلعب دوري القائد العام على ملعب كلية حربية عندنا، وكان الماتش بتاع الكوره متوقف عليه كاس الكوره الدوري العام. كان موجود معانا طارق سليم. ايوه انا كنت مصاب. قول له طارق سليم ده لعب الماتش ده وهو عامل مصانع وربعه له اربع ايام. وهفكر سيادتك فاكر سيادتك بقى ان انا كنت بلعب وانا مصاب. جت فاول عند ال 18 والمفروض طارق اللي يشوطها. فقلت له سيبها طارق. ما اعرفش ازاي سيبها كلامي. صح. مع ان هو متخصص. وجت جول وكسبنا بالماتش ده. قال لك انت اقدم مني بقى، ما لهاش مشاكل. لا انا كل ما قابله اقول له طارق سبتها لي، قال لي ما اعرفش ازاي سبتها لك. لا يعني ما طارق اخلاقه كويسه قوي الحقيقه يعني. وحضرتك فاكر لما جيت لك الكليه الحربيه وانا همسك مدير كوره؟ وقلت لك انا بقى هشتغل ازاي؟ قلت لي كل الورق اللي عندك، قلت لي خد اللي انت عاوزه. اللي انت عاوزه شوفه واعمله زيه واحسن منه. وانت حسنت والله. الله يخليك والله العظيم حسنت. انت استاذ. لا ده انا ما انساش انك النوته اللي كانت في ايدك لما فتحتها قلت لك يا بتاع الكال. ده انت عور بقى وانا مش واخد بالي كده. ادي الناس الجميله. وشوف اللعيب لما بيبقى مخلص في الملعب يا كابتن عزت ومخلص في عمله، ربنا بيحب فيه خلقه. اكيد اكيد دي نعمه من عند ربنا. ايه حكايه النوت؟ النوت دي موجوده عندك لحد دلوقتي؟ نوت. نوت. بص طبعا سكرتاريه الكوره بتكتب كل حاجه وعندها الوثائق اللعيبه وتسجيلاتهم وغيابهم واشتراكاتهم كل ما يخص اللعيب. لكن انا كان ليا مبدا ان انا كنت عامل ان انا في بوصله توجهني في الاتجاه السليم. البوصله دي عباره عن بعض العناصر وهي الاخلاق والسلوك. لان انا مؤمن دي الاساس، لو ما فيش اخلاق ما فيش سلوك ما فيش فايده. اتنين انت كنت بتعامل على الجزئيتين دول لان دول موجودين في النادي الاهلي بالظبط. الحاجه الثانيه عندي وسيله تسجيل وما كانش في قدامي غير النوته والقلم. طبعا ليا انا بقى بسجل حاجات خاصه بيا تساعدني في اداره الكورة. أصعب حاجة قابلتك أول ما اشتغلت مدير كورة في النادي الأهلي؟ طبعا كان الكابتن صالح هو مدير الكورة، وبعد كده بقى لما نجح بقى مشرف، أنت توليت المسؤولية كلها. أنت ما حسيتش إن الكابتن صالح شايلك هم فوق الهم اللي أنت فيه؟ هو الهم كان جاي من ناحية إيه؟ إن إحنا الفترة ما قبل الدوري كانت مش عايز أقول تسايب، ولكن كنا سايبين الناس على راحتها، لان لا في ماتشات رسم ولا ومش عارفين امتى الدوري. مظبوط. فطبعا ده الكلام ده سنه 71 اخر 71 72 فالعمليه سايبه ومستريحه. لما جه الدوري فاجئنا بيه، بقت مشكله ازاي بقى تفوق الناس وتحطهم على الخط السليم. ايه العقبات اللي قابلتك بقى في الحته دي؟ هي ما تعوز تعود الناس كده على نظام واحد. لا انا شوف
اهم حاجه انك انت زي ما بقول لك لازم تعد اعداد جيد. فكان اهم حاجه ان نعمل لائحه. ما دي اللائحه دي انا هتكلم فيها، لان اللائحه دي انت انقذت كل انديه مصر. ما هي دي هي اللي بتمشي العمليه يا مصطفى. يعني هي دي اللي هتخلي الصعوبات دي تبقى سهله. طب وانت بتعمل اللائحه كده حطيتها قدامك كده، ما كنتش بتشوف فيها كده بعض البنود ممكن تظلم بيها لاعبين او جهاز فني او اي حد؟ شوف انا كان هدفي المصلحه العامه فوق الجميع. المصلحه العامه فوق الجميع. فانا عارف اللائحه كانت زمان ايه، تكسب تاخد تتعادل تاخد وانتهي. طبعا انا عشتها وشفتها وجربتها، قلت لا انا عاوز اعمل حاجه فيها. كانت عاجباك وانت بتلعب؟ لا مش عاجباني. لما جيت امسك بقى المسؤوليه والنادي الاهلي وبقى والبتاع طبعا لازم نعمل حاجة فيها تحفيز وفيها انضباط، لازم تطور الفكر بقى. فمسكت النادي الأهلي، خد الدوري كذا سنة، كان بياخد كم نقطة. فوجدت تعرف كان في 4 مباريات في الأسبوع، كل مباراة بنقطتين يعني 8 نقط في الشهر. طبعا في الشهر. فأنا قعدت قلت لو خد 7 ل6 نقط في الشهر تاخد الدوري وأنت مستريح. فعملت حسبتها بقى بالنقاط. فعملت 8 نقاط تاخد النقطة كذا، في 7 نقاط تاخد كذا، 6 تاخد كذا، اقل من كده هتدفع. يعني ما فيهاش هزار فعلا. وبعدين قسمت حتى المجموعات بتاعت الانديه، انديه اللي هي قدامك نفسك قوي ليفل بقى. تبقى مثلا 20 جنيه النقطه، في نقطه مجموعه ثانيه اقل شويه 15 نقطه. المجموعه الثالثه يعني دي انت يعني لازم تكسبها، مثلا 10 و10 وهكذا يعني. وحطيت بقى الضوابط الاخرى بقى اللي هو ما لك وما عليك. فدي انا اعتبر هي دي اللي ظبطت المنظومه كلها. كنت بتحسبها ازاي يا كابتن للعيب اللي ما لعبش كل المباريات وبياخد مكافئته زي اللي لعب اساسي؟ لا شوف يا مصطفى، انت يمكن ترجع بالذاكره هتشوف الاتي. احنا كان المفروض اللائحه هو ماشيين عليها انك في ساعه الماتش بتحط 16 لاعب في اللسه، في ناس بتلعب وناس بتتبدل وفي ناس ما بتلعبش خالص. كله بياخد. لما كنا بنلاقي اللعيبه بتتمرن كويس وكويس تدي الجميع، فكنت بدي الجميع. حتى كنت بتدوا الاثنين زياده، مرحله ثانيه لان ناس ثانيه بتتمرن كويس بس مش هتحط او حطيتهم يبقى 18 لاعب. وهكذا. فده كان هي عمليه الدافع والتنظيم. طيب في الفتره دي يا كابتن كان في نجوم كتير قوي في الفرقه، ما قلقتش من النجوم دي ممكن تتقلب على سوري في التعبير يعني تقلب على الكابتن عزت وتضايقك في شغلك؟ هحكي لك قصه بقى عشان تقدر. بس قبل ما تحكي القصه دي